السلام عليكم ورحمة الله، يعطيكم العافية. معكم حمزة من قناة ميدزيديو. اليوم راح نكمل الجزء الثاني من شابتر الصيدلانيات. بلشنا بالجزء الأول، درسنا السوليوشن بشكل عام خواصه، درسنا شو هي الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز اللي لازم نركز عليها بالنسبة لتحضير السوليوشن. اليوم راح نبلش بأجزاء السوليوشن، شو هي مكونات السوليوشن أو أنواع السوليوشن وشو هي مكونات كل نوع. رح نبدأ بأشهر نوع وأكثر نوع منتشر اللي هو السيرب. السيرب هي عبارة عن الشرابات. في عندنا كثير أنواع من الأدوية بتكون على شكل شرابات، بيكون فيه لأذر دوزج فورم على شكل تابلت أو كابسول بس. ولكن احنا حكينا من الأدفانتج للسيرب أو للسوليوشن بشكل عام انه هو سهل البلع، مستساغ بالنسبة للطعم، بالنسبة للمرضى بيكون في عندنا سهولة بأخذ الدواء. فالسيربز are concentrated aqueous preparation of sugar or sugar substitute with or without flavoring agent and medicinal substance. بالنسبة للسيربز هو عبارة عن concentrated aqueous preparation، هو تحضيره بتكون ما يعني بتكون عبارة عن solution مركز من السكر أو بدائل عن السكر، بالإضافة إلى وجود بعض flavoring agent المحسنات أو المنكهات الأطعمة أو بعض المواد الطبية. أشهر أنواع السيربز واللي هي معروفة عندنا اللي هي الأنتي هيستامين سيربز، الأسيتو أمينوفين سيربز، والكف أند كولد سيرب. طيب مكونات السيرب شو بتحتوي؟ بالنسبة للسيرب USB فارماكوبيا بيحتوي على 85% ويت بير فوليوم أو 65% ويت بير ويت سكروز سوليوشن with a specific gravity of 1.313. طبعا بالنسبة للتركيبة للسيرب راح يحتوي على نسبة سكروز اما 85% ويت بير فوليوم او 65% ويت بير ويت. يعني اذا قلنا 65% ويت بير ويت، يعني كل 100 غرام من السوليوشن راح يحتوي على 65 غرام من السكروز، او كل 100 مل من السوليوشن راح تحتوي على 85 غرام من السكروز. اما بالنسبة للسيرب بريتش فارماكوبيا راح يحتوي على 66.7 ويت بير ويت من السكروز، والباقي بيكون عبارة عن ووتر كسولفنت. طيب بالنسبة للسيربز، السيربز containing flavoring agent but not medicinal substance are called flavored vehicle، بين قوسين بنسميهم non-medicated syrup أو simple syrup. بشكل عام السيرب هو عبارة عن vehicle محسن للطعم، يعني عبارة عن قوام أو وسط بحسن الطعم. داخل السيرب نحن بنحط الـ active ingredient أو medicinal agent. طبعا اذا كان هو السيرب عباره عن فيهيكل بنسميه فلافرد فيهيكل اللي هو نون ميديكيتد، ما بيكون له اي يعني اي فعاليه طبيه او اي استخدام طبي، ولكن هو عباره عن فيهيكل. ذا سيرب ار انتندد تو سيرف اس، شو استخدامات السيرب؟ بالنسبه للسيرب هو بشكل اساسي بليزنت تيستينج فيهيكل فور ميديسينال سبستانس، بشكل اساسي هو عباره عن محسن طعم او منكه بالنسبه للميديسينال ايجنت اللي بيكون غير مستساغ طعمه. To be added in the extemporaneous compounding of prescription or in the preparation of standard formula for medicated syrup. في عندنا نوع من أنواع السيرب بيكون عبارة عن medicated، بيكون عندنا شراب طبي فيه مادة طبية، فنحن نستخدم السيرب أو الطعم تبع السيرب لحتى نغطي على باقي الأطعمة الغير مستساغة بالنسبة للبيشنت. وهذا السيرب في هاي الحالة الستاندرد فورمولا فور ميديكيتد سيرب بيكون بيحتوي على الثيرابيتيك ايجنت المادة الفعالة اللي مستخدمها كدواء. فاستخدام السيرب يمكن استخدامه الى استخدامين، اما بيكون عبارة عن ثيرابيتيك ايجنت مادة فعالة وبيكون فيه محسنات طعام، او ممكن يكون هو عبارة عن فيهيكل خاص للميديسينال سبستانس. هاي في عندنا امثلة على النون ميديكيتد سيرب اللي بيكون هو عبارة بس فيهيكل. في عندنا تشيري سيرب، في عندنا الكوكا سيرب، وعندنا الأورانج سيرب، كل واحدة بتحتوي على بعض المكونات نكتفي بأسمائهم. طيب السيربز provide a pleasant means of administering a liquid form of disagreeable tasting drug. بالنسبة للأدوية اللي بيكون طعمها غير مناسب أو غير مقبول بالنسبة للبيشن، نحن بنستخدم السيرب لحتى نحسن هذا الطعم زي ما حكينا. They are particularly effective in the administration of a drug to young youngster. بالنسبة للسيرب بشكل أساسي الشرابات نحن نعطيهم للأطفال أو لليافعين، خلينا نحكي لحد عمر 18 تقريبا، هو مش محدد ولكن بشكل عام
ليش؟ لأنه بيكون عندنا صعوبة في أخذ الجرعة أو أفضل بالنسبة للطعم، أفضل من التابلت والكابسول أو الإنجكشن بشكل عام. Since their pleasant taste usually dissipates any reluctance on the part of the child to take the medicine. بالنسبة للأطفال، لحتى إحنا نقضي على التردد اللي عند الأطفال، فنحن لما نحسن أو نرغب الأطفال بالنسبة لأخذ الدواء، نحن نعطيهم إياه على شكل شراب أحسن ما نعطيه مثلا. والله عندنا طفل عمره 8 سنوات، فنيجي نعطيه مثلا تابت أو كابسول ونقول له مثلا خذ هاي الحبة، فما راح يكون في عندنا تقبل للمريض في هاي الحالة. The most frequently found type of medication administered as medicated syrup are antitussive agent and antihistamine. بالنسبة لأشهر الشرابات الطبية أو الشرابات اللي بتكون فيها مادة فعالة أو يستخدم كميديكيتد، هو الأنتيتيوسيف مضاد السعال والأنتيهستامين مضادات الهستامين. ما هي الكومبوننت اوف سيرب؟ مكونات السيرب. Most syrup contain the following compound in addition to the purified water and any medicinal agent. بالإضافة إلى purified water والميديسينال agent المادة الفعالة، رح يكون موجود عندنا بالسيرب اولا ذا شوجر، اكيد عندنا السكر يوجوالي سكروز، بالغالب رح يكون هو عباره عن سكروز اور شوجر سبستيتيوت يوز تو بروفايد سويتنس اند فيسكوسيتي. بالنسبه للسكر اللي نحن بنستخدمه، بيامن لنا اللون او الطعم الحلو للسويتنس، والفيسكوسيتي بيزيد هذا من اللزوج. بنعرف احنا السكر كل ما زاد نسبه السكر بزيد عندنا الفيسكوسيتي. ممكن يكون في موجود عندنا component of syrup اللي هو antimicrobial preservative، مواد حافظة ضد نمو البكتيريا. في عندنا flavorant أكيد وcolorant موجودة ضمن السيرب. Also many type of syrup contain special solvent, solubilizing agent, thickeners or stabilizer. بالإضافة إلى ذلك أكيد لازم يكون في عندنا ممكن بعض المحاليل الخاصة، ممكن عوامل من أجل الذوبان بتزيد مثلا الذائبية. في عندنا thickeners وفي عندنا اكيد stabilizer لحتى تزيد من stability للكومبوننت. بالنسبة للسكروز and then sucrose based syrup، انواع السيرب اللي بتعتمد على السكروز واللي ما بيكون فيها سكروز. بالنسبة للسكروز، اول اشي is the sugar most frequently employed in syrups. بشكل غالب على الغالب نحن مستخدم بالسيربز السكروز. Although in special circumstances it may be replaced in all or in part by other sugars or substances such as sorbitol, glycerin and propylene glycol. بالنسبة للسكروز نحن ممكن نستبدله بشكل كامل أو جزء منه في بعض الظروف الخاصة أو بعض الحالات الخاصة بالسوربيتول أو الجليسيرين أو البروبيلين جلايكول. In some instances all glycogenic substances اللي هي الماتيريال اللي بتتحول لجلوكوز، الجلايكوجينيك سبستانس المواد اللي بتكون جلايكوجينيكية بتحول الى في النهايه الى جلوكوز، عشان هيك قلنا عنها glycogenic. Are replaced by non-glycogenic substances such as methyl cellulose or hydroxymethyl cellulose. فنحن بنستبدل المواد اللي تتحول بالنهايه الى جلوكوز الى مواد ما بتتحول الى جلوكوز مثل الميثيل سيلولوز والهيدروكسيميثيل سيلولوز. طب ايش استخدام الميثيل سيلولوز او ليش نحن بنستبدل الجلايكوجينيك بنون-جلايكوجينيك؟ مشان مرضى السكري، فنحن إذا أعطينا مريض سكري شراب، الشراب هذا بيحتوي على مثلا سكروز أو بيحتوي على سكر من نوع جلايكوجينيك، بالنهاية رح يتحول لجلوكوز، فإحنا بنساعد على أنه نزيد كمان نسبة الجلوكوز في الجسم، وهذا رح يسبب عندنا مشكلة. فبالنسبة للأفضلية أو يعني المحسن الحسنة تبع الميثيل سيلوز أو الهيدروكسي ميثيل سيلوز أنه ما بيتكسر عندنا بالجسم. Are not hydrolyzed and absorbed into the bloodstream and their use result in excellent syrup-like vehicle for medication intended for use by diabetic patient لمرضى السكري and other whose diet must be controlled and restricted to non-glycogenic substance. بالنسبة لمرضى السكري المفروض أو بعض الأشخاص الآخرين اللي لازم يتجنبوا وجود السكر في أكلهم، فنحن بنستخدم لهم بدائل عن السكر ببدائل أخرى تعطينا فعالية ولكن ما بتزيد عندنا نسبة الجلوكوز. The viscosity resulting from the use of this cellulose derivatives is much like the of saccharose syrup. يعني هون عندنا ما راح تختلف عندنا اللزوجة بالنسبة للسيرب اللي بنستخدم فيه سكروز عن اللي بنستخدم فيه مشتقات السيلولوز.
The addition of one or more artificial sweeteners مثل الأسبرتام والسكرين usually produce an excellent face smile of true syrup. بالنسبة لإضافة بعض المحليات الطعم الصناعية رح يعطينا نفس السيرب الأساسي اللي نحن أنتجناه. Most syrup contain a high proportion of sucrose. بالغالب معظم السيرب بيحتوي على نسبة سكروز عالية جدا تصل من 60% إلى 80%. Not only because of desirable sweetness and viscosity. يعني نسبة السكروز العالية اللي موجودة ضمن السيرب مش بس مشان الطعم الحلو ومشان اللزوجة. لا. هي أيضا because of their inherent stability in contrast to the unstable character of dilute sucrose dilution. Solution. يعني إذا كان في عندنا solution بيحتوي على dilute سكروز نسبة سكروز قليلة فهون الستابلتي راح تكون عندنا قليلة فوجود السكروز بنسبة عالية راح يزيد عندنا من الستابلتي للسوليوشن. The aqueous medium of dilute سكروز solution is an efficient nutrient medium for the growth of microorganisms particularly yeast and molds. بعض أنواع الميكروأورغانيزم مثل اليست والمولدز هذولا بيحتاجوا نسبة سكروز بكمية قليلة لحتى يكون في عندنا وسط ملائم لنموهم. طيب إذا زادت نسبة السكروز إلى 60 إلى 80% زي ما حكينا هنا ما رح يكون الوسط مناسب لهاي الميكرو أورجانيزم. هي بتحتاج كمية قليلة من السكروز لحتى يكون في عندنا وسط ملائم إلها لحتى يصير فيه نمو. فالديليوتد سكروز سوليوشن محلول المخفف من السكروز رح يكون وسط ملائم للميكرو أورجانيزم. أما الكونسنتريتد شوجر سوليوشن آر كويت ريزيستنس to microbial growth. هذا الشيء رح يمنع من نمو البكتيريا because of an availability of the water required for the growth of microorganism. طبعا البكتيريا لما تكون في وسط فيه نسبة سكر كبيرة فهذا الشيء رح يكون يعني مقاوم إلها بسبب عدم وجود كمية كافية من المي لبقاء هاي الميكروorganism لحتى تنمو لحتى أنها تعيش. بالنسبة للسيمبل سيرب اللي هو بعبارة عن flavored vehicle او خلينا نحكي عنه vehicle بشكل عام. السيرب also called simple syrup بشكل اساسي السيرب اللي احنا بنعرفه بنحكي عنه simple syrup او السيرب. It's prepared by dissolving 85 غرام of sucrose in enough purified water to make 100 ml of syrup. زي ما حكينا قبل انه في عندنا 85 غرام ب 100 ml او 65 غرام ضمن 100 غرام من الووتر. The resulting preparation generally require no addition preservation if it's not to be used soon. يعني لما نحن بدنا نحضر solution ما في داعي نستخدم عندنا المواد الحافظة اللي نحن بدنا نستخدمه استخدام يعني مباشر. يعني احنا حضرنا solution وبدنا نستخدمه مباشرة ما فيش داعي نعمل المواد حافظة لأنه بشكل أساسي السكروز هو نفسه مادة حافظة. In the official syrup, preservatives are added if the syrup is to be stored. يعني لما بدنا نخزن مثلا أو مثلا نستخدمه على المدى الطويل أو نصنعه وبعدين نستخدمه ممكن نحط مادة حافظة لأنه ما برح تكفي عندنا السكروز لحتى تكون هي preservative. بالنسبة للسيمبل سيرب زي ما حكينا أنه بيحتوي على 85% weight per volume يعني 85 غرام من السكروز في كل 100 ميل من السوليوشن. طبعا الوزن الجزيئي للسوليوشن راح يكون عباره عن 131.3 اجت من انه الدنسيتي تبع السوليوشن راح تكون 1.313. بدنا نحسب تقريبا كميه حجم الماء ضمن السوليوشن فمنقص 131.3 ناقص 85 اللي هي كمية السكروز بيطلع معنا 46.3 فبيطلع معنا حجم أو وزن الماء 46.3. نحن نعرف وزن الماء أو حجمه نفس الشيء لأنه الدنسيتي له واحد فبعملية بسيطة 100 ناقص 46.3 بيظل عندنا حجم السكروز اللي راح يشغله من السوليوشن عبارة عن 53.7. Only a very slight excess of water, about 3.8 ml per 100 ml of syrup, is employed in the preparation of syrup. تقريبا احنا بنضيف عليه شوية مي لحتى يكتمل عندنا السوليوشن.
The slight excess of water permits the syrup to remain physically stable in varying temperature. الإضافة البسيطة من هاي الماء على السوليوشن راح تمنعه أو تسمح للسوليوشن إنه يبقى stable في درجات حرارة مختلفة. If the syrup were completely saturated with the saccharose in cool storage, some saccharose might crystallize from solution. إذا كان في عندنا المرك أو solution المحلول كامل عبارة عن سكروز في درجة الحرارة المنخفضة رح يصير في عندنا تتحول إلى بلورات السكر السكروز يتحول إلى بلورات. As formulated, the official syrup is stable and resistant to crystallization and microbial growth. بشكل أساسي نحن منصنع solution حتى يكون إنه ثابت يعني بيكون محافظ على stability تبعه وإنه هو مقاوم لأنه يصير في عندنا crystallization إنه يصير بلورة. نحن زي ما بنعرف انه السكر اذا ترك في درجات حرارة منخفضة وكانت نسبة السكر عالية بصير في عندنا زي البلورات السكر وبيسمح للميكروبيال جروث انها تصير عليها. سكروز بيست سيرب الشرابات اللي تعتمد على السكروز بشكل اساسي كسكر في تحضيرتها may be substituted in whole or part by other agent in preparation of medicated syrup. زي ما حكينا انه نحن ممكن نستبدل السيرب ممكن نستخدم السكر داخل في تركيبه يا اما نستخدم السكروز او اي بديل عنه اخر. A solution of polyol such as sorbitol or a mixture of polyol such as sorbitol and glycerin is commonly used. بالغالب نحن لما بدنا نستبدل السكروز نستخدمه اما بالسوربيتال سوربيتول لوحده او بالسوربيتول مع الجليسيرين. The polyols although less sweet than sucrose طبعا طعم البوليولز اللي هنا السوربيتول او الجليسيرين بيكون اقل بدرجة الحلاوة يعني بيكون less sweet من السكروز have the advantage for providing portable viscosity رح يأمن لنا اللزوجة المطلوبة طبعا ما رح يختلف عن السيرب تبع السكروز reducing cap locking which occur when saccharose crystallize طبعا نحن لما نستخدم الشراب مثلا من بالعلبة لما بدنا نفضي منها بالملعقة مثلا ونأخذ الجرعة راح يكون في عندنا يلتصق على حواف العبوة بعض الشراب فراح يصير عندنا شيء اسمه الكاب لوكينج بصير عندنا زي المسكر ويعني بيعلق عليه الشراب على الغطاء فبصير في عندنا زي البلورات او الكريستاليزيشن للكاب للغطاء فبصير عندنا حاله تسمى الكاب لوكينج بيسكر هيك وبيصير صعب فتحه فاستخدام البولي اولز راح يقلل من الكاب لوكينج هاي احدى الادفانتج تبع البولي اولز بدال السكروز and in some cases acting as co-solvent and preservative ممكن انه يعملوا كو-solvent او ممكن يكونوا preservative فاذا ما هي محاسن استخدام او استبدال السكروز بالبولي اولز اول شيء Forable viscosity انه بيعطينا اللزوجة المطلوبة بيقلل من الكاب لوكينج اللي هو التسكير الغطاء او احكام اغلاق الغطاء يعني بطل يفتح مثلا وممكن يكون هو كوسولفنت وممكن يكون بريزيرفاتيف كمادة حافظة بالنسبة للسوربيتول سوليوشن اللي هو بديل عن السكروز which contain 64% by weight of polyhydric alcohol sorbitol بيكون فيه نسبة 64% من السوربيتول is employed as shown in the following example formulation for medicated syrup طبعا نستخدمه لعدة طبعا عدة استخدامات او عدة شرابات طبية منها الانتيهستامين سيرب راح يحتوي على هاي المكونات منها بنلاحظ عندنا السوربيتول سوليوشن بيكون داخل بتركيبتها بدل السكروز Preserving syrup. Syrup having specific gravity of 1.313. طبعا الدنسيتي تبع السيرب او الشراب راح تكون 1.3 اكثر من الدنسيتي تبع المي بتكون الزج شويه الدنسيتي تبعها شوي اعلى. And a concentration of 85% weight per volume is a 65% weight per weight of solution زي ما حكينا قبل وزي ما شرحنا. This 65% by weight is the minimum amount of saccharose which will preserve it, preserve natural syrup. طبعا لحتى نحمي نحن السيرب من الميكروبيال جروث او نمو البكتيريا فيها او انه يصير في له تلوث نحن نستخدم كميه اقل كميه اللي هي 65% بير ويت. If one want to formulate syrup containing less saccharose
The quantity of alcohol or other preservative may be estimated. يعني نحن حكينا انه اقل كمية بنستخدمها من السكروز لحتى يكون عندنا preservative هي 65%. اذا بدنا نقلل كمية السكروز ممكن نزيد كمية الكحول او other preservative اخرى نحن ممكن نضيفها على السوليوشن. فاذا نحن زي ما اتفقنا انه السكروز هو عبارة عن preservative لحاله، ولكن اقل كمية منه لازم تكون 65% من الويت بالنسبة للسوليوشن. اقل من هيك نستخدم بريزيرفاتيف اخر. In syrup 850 جرام سكروز occupy an apparent volume of 550 ml. فعندنا قاعدة لازم نحفظها وبيجي عليها اسئلة كثير، انه each gram of سكروز will occupy 550 على 850 بيطلع معنا 0.647 مل على الغرام. هاي بدنا نحفظها بصم طبعا، انه كل غرام واحد من السكروز يعني عندنا تركيبة أو عندنا ميكسشر بيكون معطينا المكونات وكل مادة قديش حاطين منها غرامات، فكل غرام من السكروز رح يشغل ماشي كمساحة أو كحجم 0.647 مل لكل غرام، تمام؟ وبالمثل السكروز رح يعمل بريسيرفز لل يعني بيعمل ك يعني حماية من نمو البكتيريا بنسبة 0.35 مل من الووتر. يعني بدنا نحفظ انه كل غرام من السكروز راح يحمي او خلينا يمنع نمو البكتيريا بنسبة تساوي 0.35 مل من الووتر. فبالنهاية free water is preserved by 18% من الكحول. ايضا هاي قاعدة انه الماء راح يتم حماية السوليوشن من نمو البكتيريا او بريسيرف يعني راح يكون بنسبة 18% من الكحول. هاي الارقام راح نستخدمها في حل مسائل. اول شيء بدنا نحفظ انه كل غرام من السكروز راح يشغل محل انه 0.67، وكل غرام من السكروز راح يعمل بريسيرف ل 0.35 مل من الووتر، والووتر نفسه بيعمل بريسيرف ل 18% من الكحول. طيب في عندنا مثال بيحكي لنا انه في عندنا هاو ماتش الكحول، قديش بدنا من الكحول اللازمة لحتى يصير في عندنا بريسيرف لواحد لتر من السيرب بيحتوي على 500 غرام من السكروز. اذا في عندنا سيرب واحد لتر بيحتوي على 500 غرام من السكروز، قديش بيلزمنا؟ بدنا نشوف هل هي نسبة السكروز هاي كافية او قديش بدنا نكملها من الكحول لحتى نعطي بريسيرف كامل للسوليوشن. اول اشي الحجم اللي راح يعمل له السكروز بريسيرف زي ما حكينا كل غرام من السكروز بيعمل بريسيرف ل 0.35، ف 0.35 ضرب 500 غرام من السكروز بيعطينا 265 مل. طبعا هذول 265 مل يعادل 265 مل من المي ماشي او من من السوليوشن، خلينا نحكي من السوليوشن مش من المي. بعد هيك راح نحسب الحجم اللي راح يشغله السكروز ضمن السوليوشن اللي هو لكل غرام 0.647 ضرب 500 غرام اللي هو موجودات عندنا بالسيرب فبيطلع معنا 324. فبعد هيك نحسب كمية الماء الحر ضمن السوليوشن. السوليوشن قلنا احنا 1 لتر يعني 1000 مل. 1000 مل ناقص كمية اللي راح يعملها بريسيرف السكروز والكمية اللي بيشغلها السكروز بيطلع معنا اخر شيء 411 مل. 411 مل هاي كمية الماء اللي نحن بدنا نضيفها على السيرب. فزي ما بنعرف انه الماء يعني بيعمل بريسيرف بنسبة 18% من الكحول، فبنضرب 411 اللي هي الفري ووتر ضرب 18% بيطلع معنا 74 مل. ها هي حجم اللي نحن بنحتاجه من الكحول، بس هو بده قديش كمية الكحول الايثانول مثلا اذا كان معنا مثلا ايثانول او اي مركب ثاني. الايثانول نعرف نحن نسبته 95% من الايثانول ضمن الكحول، فمنقسم 74 مل من الكحول بشكل عام على 95% اللي هي نسبة الإيثانول بيطلع معنا 78 مل. وبدنا نلاحظ انه هنا تقسيم وليس ضرب، يعني زي هيك مسائل تيجي بسيطة وسهلة نفس المبدأ رح تيجي، بس نحسب قديش كمية السكروز قديش بيعمل بريسيرف، نحسب قديش حجم المي اللي احنا لازم، نحسب قديش المي من الكحول هي 18%، واخر شيء بنحسب اذا بده الايثانول 95% بنقسمها من الحجم الاخير. If other dissolved solids are present, their volume often estimate is sub
subtract from the free water volume. زي ما حكينا إذا كان في عندنا أي مواد أخرى موجودة رح نطرحها من حجم الـ free water. زي ما عندنا الجليسيرين إذا كان موجود ضمن الـ preparation its volume reserved an equal volume of free water and occupy say volume. يعني بيكون عندنا الجليسيرين زي ما هو بيشغل نفس الكمية من الماء وبيشغل نفس الكمية بيعمل بريسيرف لنفس الكمية. فإذا كان معنا مثلا ولنفترض أنه كان عندنا بالمثال السابق بالنسبة للجليسيرين ولنفترض 100 غرام، فبنحسب 100 غرام بريسيرف و100 غرام 100 غرام بريسيرف و100 غرام أوكيوبي، فبصير عندنا 200 غرام، يعني نضرب القيمة باثنين. If propylene glycol is present it's considered equivalent to ethanol. زي الإيثانول بنعتبر البروبيلين جلايكول. بالنسبة للأنتي مايكروبيال بريزيرفاتيف إنه بيعمل السكروز أو السيرب أنتي مايكروبيال بريزيرفاتيف. The amount of preservative required in syrup varies with the proportion of water available for microbial growth. Among the preservative في عندنا بنزويك أسيد بيعمل بريزيرفاتيف إذا كان نسبته من 0.1 ل 0.2، الصوديوم بنزويت من 0.1 ل 0.2، combination of ميثيل او بروبيل بيوتيل باربانز هنا الايسترز بنسبه 0.1%، هذول يعتبر مواد بتعمل بريزرفاتيف للسوليوشن. preparation of syrups، طريقه تحضير السيرب. طبعا الطريقه هي على الشكل التالي، اول شيء بنعمل solution of ingredient with the aid of heat. اول شيء بنعمل solution بمساعده الحراره عن طريق الحراره، ممكن نعمل solution او ممكن نعمل solution عن طريق الاستثاره بدون ما نستخدم حراره او نلجا الى الحراره، وهي بنسميها simple admixture اللي هو الخلط البسيط اللي بالتحريك او اي اداه او اي يعني طريقه اخرى ولكن بدون استخدام الحراره. بعد هيك بنعمل addition للسكروز to prepared medicated liquid or to a flavored liquid. زي ما حكينا نحن قلنا السيرب اللي بيحتوي على السكروز ممكن يكون medicated او ممكن يكون محلي اللي هو flavored liquid. بعد هيك بصير في عندنا عمليه البيركوليشن of either the source of the medicating substance or the sucrose. بصير في عندنا ترسيب للسكروز او للماده الدوائيه. في البداية إذا بدنا نعمل مثلا solution بمساعدة الحرارة أو عن طريق الحرارة. syrup are prepared by this method when it's desired to prepare the syrup as quickly as possible and when the syrup's component are not damaged with volatile or volatiles by heat. يعني لما بدنا نعمل solution على السريع مثلا مستعجل بدنا نعمل solution فنستخدم الحرارة، أو إذا كان عندنا المركبات تبعات السوليوشن بشكل عام ما بتتخرب بالحرارة أو ما بتتطاير بفعل الحرارة. In this method في هاي الطريقة نحن شو ممكن نعمل؟ The sugar is generally added to the purified water and heat is applied until the sugar is dissolved. أول شيء بنضيف السكر على ال purified water ونعطيها مصدر حرارة لحتى يصير في عندنا ذوبان للسكر. Then other heat stable component are added to the hot syrup. بعد هيك بنضيف المكونات الاخرى المحليات البريزرفاتيف الكحول الى اخره بنضيفهم الى solution لانه في حاله بيكونوا هن ثابتين بوجود الحراره، اما اذا صار عندنا تخريب فالحراره ما بتفيدنا في هاي الطريقه. Then mixture is allowed to cool and the volume is adjusted to proper level by the addition of purified water. بعد هيك بنعمل خلط للمكونات كاملة نخلطهم مع بعض لحتى يبرد، بعد هيك نعمل ضبط للحجم ونشوف شو الحجم المناسب بنزيده بالماء المقطر. If heat label agent or volatile substance إذا كان في عندنا بعض المواد اللي بتتخرب بالحرارة أو بصير لها تطاير بالحرارة such as volatile flavoring oil and الكحول، طبعا اذا ضفنا الكحول او الزيوت المنكهه اللي بتتطاير are to be added they are generally added to the syrup after the sugar is dissolved by heat. طبعا هذول المواد اذا بصير لهم تبخر بالحراره او تطاير بالحراره او تخرب مثلا فشو الحل هنا؟ الحل انه نذوب السكر بالحراره وبس يبرد بس يصير في عندنا يبرد هذا السوليوشن بنضيف عليه الشغلات اللي بتتطاير او اللي بتتخرب. Caution must be exercised against using excessive heat. لازم احنا نتوخى الحذر او ننتبه انه ما نستخدم عندنا الحرارة المفرطة، لازم نكون كمية حرارة
معتدله. ليش؟ لانه عندنا السكروز والدايسكرايد بشكل عام ما بي هيدرولايزد انتو مونوسكرايد، ممكن انه يتحول او يتكسر الدايسكرايد الى مونوسكرايد مثل الدكستروز الجلوكوز او الفركتوز اللي بنسميه الفيولوز. The hydrolytic reaction هذا التفاعل بنسميه inversion اللي هو التقلب او الانعكاس، فبتحول السكر من سكر ثنائي الى سكرين احاديات بنسميه invert sugar، sugar اللي هو السكر المقلوب او السكر المعكوس. بالنسبة للانفيرت شوجر لما يتحول عندنا السكروز او الدايسكرايد اللي موجود بالسوليوشن الى انفيرت شوجر شو بيكون شكله؟ اول اشي هو more readily fermentable than sucrose، بصير في له fermentable بالنسبة للتخمرات او وجود عندنا البكتيريا بيكون اسرع وجود البكتيريا فيها او نموها فيها بيكون اسرع من السكروز، وبتاخذ لون داكن بتكون لون اسود تقريبا او بني داكن. Retard the oxidation of other substances ممكن يعمل لنا أكسدة لمكونات أخرى موجودة ضمنها. والليفيلوز formed during inversion is sweeter than sucrose بيكون طعمه أحلى من السكروز. Therefore the resulting syrup is sweeter than the original syrup بيكون طعمه أحلى من السيرب الأساسي اللي فيه سكروز. فها هي عملية الانفيرت شوجر اللي هي تحول السكر الثنائي لسكر أحادي، طبعا هي عملية غير محببة. When heat is applied in the preparation of sucrose syrup لما احنا نطبق الحرارة او نعطي حرارة على تحضير الشراب السكروزي اللي بيكون فيه نسبة سكروز، some inversion of the sucrose is almost certain طبعا رح يتحول عندنا السكروز بعض السكروز الى سكر احادي. The speed of inversion is greatly increased by the presence of acid طبعا سرعة تحول السكروز الى invert sugar او سكر احادي رح تزداد بوجود عندنا الاسيد. The hydrogen ion acting as catalyst to the reaction رح يسرع من الرياكشن وجود ال H ion أو الهيدروجين ion بالنسبة للأسيد. Should inversion occur the sweetness of the syrup is altered because invert sugar is sweeter than sucrose and normally colorless syrup. طبعا نحن ممكن نلاحظ مباشرة وتحول السكر إلى invert sugar بالنسبة للون، بنلاحظ اللون عندنا. بالنسبة للسيرب الأساسي بيكون colorless، أما إذا كان في عندنا invert sugar بيكون لونه تقريبا داكن زي ما حكينا، بيكون طعمه أحلى من طعم السيرب العادي. هاي الصورة بتوضح لنا شكل invert sugar كيف بيكون، زي هيك بيكون عندنا لون بني داكن ما إلا السواد. When the syrup is greatly overheated لما نزيد درجة الحرارة على السيرب it becomes amber colored as the sucrose caramelized يعني بيصير عندنا زي الكريمة، بتحول عندنا السكروز إلى كريمة. Syrup so decomposed are more susceptible to fermentation and microbial growth than the stable and decomposed syrup طبعا قلنا لكم انه هاي العملية غير محببة وغير مفضلة. بصير عندنا السيرب بتخرب عندنا واكثر عرضه للميكروبيال جروث للفيرمنتيشن التخمرات اللي ممكن تصير فيه اكثر من وبتقل عندنا الاستابيليتي تبعه اكيد بما انه صار فيه ديكومبوزيشن، فبيكون السيرب الاصلي او الاساسي اللي بيكون محتوي على السكروز اكثر ستيبل وافضل من السكر اللي صار فيه انفيرت شوجر. هاي بالنسبه لعملية السوليوشن أو تحضير السوليوشن عن طريق الحرارة. طبعا شفنا أنه أكثر شغلة نحن بتجنبها بالحرارة أنه نزيد درجة الحرارة، هذا الشيء بيعمل لنا invert sugar. طيب إذا بدنا نعمل سوليوشن عن طريق الأجيتيشن without the aid of heat، إذا بدنا نعمل استثارة بدون الحرارة. To avoid heat induced inversion of sucrose نحن لحتى نتجنب أنه تحول السكر إلى invert sugar بالحرارة الزايدة نحن نستخدم الأجيتيشن بدون حرارة. On a small scale, saccharose and other formulative agent may be dissolved in purified water by placing the ingredient in vessel larger than the volume of syrup to be prepared. طيب نحن لما بدنا نعمل agitation بنجيب على المجال الضيق يعني في small scale يعني مثلا صيدلي ضمن الصيدلية أو على المستوى يعني على النطاق الضيق بنجيب السكروز والمواد الأخرى اللي بدنا نضيفها وبنحطها بماء purified water بنحطها بفيزل بتكون اكبر من حجم السكروز السيرب اللي نحن بدنا نحضره لحتى يسمح لنا بيرميتنج ثرو اجيتيشن اوف ذا ميكشر حتى نحرك الميكشر لحتى يصير في عندنا استثاره للمكونات جميعها ضمن البريبريشن.
This process is more time-consuming than the use of heat. طبعاً ماخذ من حرارة بتسرع التفاعلات، فهاي العملية اللي بدون حرارة تأخذ وقت أكبر. But the product has maximum stability، ولكن الستابيليتي تبعها بتكون عالية. فمقارنة بين الطريقتين بتحضير السوليوشن، اللي بحرارة بتكون أسرع ولو ستابيليتي، وفي عندنا انفيرت شوغر ممكن يحدث. بالنسبة للأجيتيشن بدون حرارة بتكون بطيئة وبتعطينا الستابيليتي عالية. Other liquid that are soluble in the syrup or miscible with it may be added to, and through mixed. وإحنا عم نخلط المكونات ضمن الميكستشر، ممكن نضيف بعض المواد اللي بتكون ذائبة في هذا الميكستشر أو مع المواد الأخرى. When solid agents are to be added to the syrup، لما نضيف مواد تكون solid صلبة. It is best to dissolve them in minimal amount of purified water and incorporate the resulting solution into the syrup. واحنا عم نخلط بالسيرب، فاذا بدنا نضيف مواد صلبه فمن الافضل انه نذوبها بالبيوريفايد ووتر، بكميه قليله من البيوريفايد ووتر، بعدين نضيفها لسهوله الذوبان لهي المواد مع السوليوشن. When solid substances are added directly to the syrup they dissolve slowly because، طبعا زي ما حكينا لكم انه احنا لازم نخلط السوليد سبستانس ضمن بيوريفايد ووتر بعدين نضيف لنا السوليوشن. اذا ما عملنا هيك وضفناها مباشره على السيرب راح يكون في عندنا ديسولف الذوبان لها قليل، بسبب the viscous nature of the syrup doesn't permit the solid substance to distribute readily throughout the syrup to the available solvent. زي ما حكينا لكم انه بيكون عندنا السيرب هو viscous، بيكون لزج شوي، فإضافة السوليد إلها رح اللزوجة تبع السيرب رح تقلل من سرعة ذوبان السوليد سبستانس ضمن السولفنت أو السوليوشن. A limit amount of available water is present، زي ما نعرف إنه بيكون كمية الماء اللي موجود ضمن السوليوشن اللي إحنا عم نخلطه بيكون قليلة شوي، فهذا الشيء رح يقلل من الديستولف. بعد هيك زي ما حكينا لكم بنضيف السكروز تو ميديكيتد ليكويد او الفلافرد، سواء كان عندنا السيرب اللي احنا بدنا نصنعه ميديكيتد او فلافرد. Occasionally a medicated liquid such as tincture or fluid extract is employed as source of medication. لما نحن نستخدم السيرب الشرابات الطبية يعني زي التينكتشرز او الفلويد اكستراكت، نحن بيكون المصدر الاساسي تبعهم هو ميديكيشن او يستخدموا من اجل الميديكيشن. التينكتشر هو عباره عن الكوهوليك اكستراكت اوف بلانت اور انيمال ماتيريال. التينكتشر هو عباره عن مستخلص كحولي نحن بننتجه من النبات او من الحيوانات، راح نتعرف عليه مقدما. The filtrate is the medicated liquid to which the saccharose is added in the preparation of the syrup. نحن بنفلتر هاي المواد اللي استخلصناها وبعدين بنعملها إذا نضيف عليها السكروز لحتى نحصل على preparation من السيرب. It is necessary to take care that medicated substance should not get precipitate in this process. لازم ننتبه إنه ما يصير في عندنا ترسيب للمادة الطبية اللي إذا نخلطها مع السكروز، لازم ننتبه إنه ما يكون في عندنا precipitation. بعد هيك بنلجأ لعملية البركوليشن اللي هي عملية الترشيح. نحن بدنا نرشح السكروز لحتى نحصل على محلول مخفف شوية أو نحن نتحكم بالتركيز تبعه. In this process في هاي العملية اللي purified water or an aqueous solution، الماء المقطر أو أي محلول مائي آخر رح يسمح لحتى إنه يصير في عندنا عبور يعبر عن طريق الكريستالين سكروز عن طريق السكروز. A blanket of cotton is put in the neck of the percolator and purified water or aqueous solution is added in the percolator containing سكروز. بيكون في عندنا حجرة موجود فيها السكروز، نحن بنمرق عليها هاي ال purified water، بيعبر عبر السكروز رح ياخذ كميه منه ويمروا عبر البليدجت اوف كوتن، قطعه من القطن موجوده في موضع بعد الحجره اللي موجود فيها السكروز. The flow rate is controlled by the stopcock and maintained such that drop appear in rapid sequence. طبعا نحن نتحكم بسرعه تدفق هاي السوليوشن اللي بيكون محمل بالسكروز عن طريق الستوب كوك زي الصمام او المقبس. نحن بنتحكم بهاي السوليوشن او بالقطرات اللي بتنزل من الاكويس سوليوشن مع السكروز. If required a small portion of liquid is repassed through the percolator، لحتى اذا بدنا نحصل او بدنا
يعني نستخلص أو نرشح كمية قليلة من السكروز نرجع من مرقها عبر البيركوليتر. هاي زي ما بنشوف عندنا جهاز البيركوليتر بينزل عندنا هون بيكون في عندنا سكروز وفي عندنا بيوريفايد ووتر بنضاف، فهيك راح يكون بيكون في عندنا زي قطنة بيطلع منها المحلول اللي بيحتوي على الماء والسكروز وبصير ينقف. إذا بدنا كمية أو نسبة قليلة من السكروز نرجع مندخلها مرة ثانية عن طريق البيركوليتر. Either saccharose may be percolated to prepare the syrup of the source of medicinal component may be percolated to form an extractive to which saccharose or syrup may be added. طبعا بالنسبة لعملية البيركوليشن نحن بنعملها لحتى اما نستخلص السكروز لوحده من نشيل السكروز من البريبريشن، او اذا بدنا المصدر الطبي او الماده الطبيه اللي موجوده ضمن السوليوشن نستخلصها ونحصل عليها وبعدين نضيف عليها سكروز من مصدر اخر او بكميه اخرى. تمام، فعمليه البيركوليشن اما لفصل السكروز او لفصل الميديسينال ايجنت او الكومبوننت. An example of a syrup prepared by percolation is EBK syrup اللي هو عباره عن مقشع الشراب المقشع اكسبكتورانت which is prepared by adding glycerin and syrup to an extractive of powdered EBK obtained by percolation. نعمل ترشيح لسوليوشن نستخرج منه الإيبيكيك بنضيف عليه الجليسيرين والسيرب لمستخلص الإيبيكيك بيكون على شكل باودر، وهي احدى الطرق اللي نستخدم فيها البيركوليشن. هيك بنكون خلصنا من السيرب اللي هو الشراب المحلى اللي بيكون مركز بالنسبة للسكروز. نيجي للإليكزير. الإليكزير هو عبارة عن other type أو form من السوليوشن. إليكزير are clear sweetened hydroalcoholic solution. بالبداية هو clear بيكون شفاف أو colorless. Sweetened بيكون عبارة عن محلى التركيبة الأساسية تبعه هي hydroalcoholic. Hydroalcoholic يعني مزيج ما بين الووتر والكحول، فهو amphibathic بيذوب المذيبات اللي بتذوب بالماء واللي بتذوب بالكحول. Intended for oral use and are usually flavored to enhance their palatability. يعني بالغالب هو يستخدم للاستخدامات الفموية، يعني شراب فموي أورالي يستخدم معه محليات لحتى نحسن من الطعم تبعه. Non-medicated elixir are employed as a vehicle. إذا كان غير الاستخدام غير الطبي فهو بيكون عبارة عن vehicle. And medicated elixir are used for the therapeutic effect of medicinal substance they contain. طبعا إذا كان هو medicated فرح يستخدم بيكون له فعالية علاجية ضمن المواد الداخلة في تركيبته. In addition to alcohol and water، بالإضافة إلى الكحول والووتر اللي هي hydroalcoholic، other solvents such as glycerin أو propylene glycol are frequently employed and in elixirs to adjunctive solvent. بنضيف عليه أيضا غير الكحول والمي البروبيلين جلايكول والجليسيرين اللي هي أنواع من السولفنت. Elixir compared with syrup، المقارنة ما بين الإليكزير والسيرب. الإليكزير are usually less sweet and less viscous because they contain lower proportion of sugar and consequently are less effective than syrup in masking the taste of medicinal substance. بالنسبة للطعم بيكون عندنا أقل حلاوة من السيرب. السيرب احنا قلنا بيحتوي على كمية كبيرة من السكر، وبيكون أقل لزوجة من less viscous من السيرب بسبب التركيز القليل من الشجر، وهذا الشيء بيخلي انه less effective than syrup بالماستنج بالماسكينج عفوا، انه يغطي على الطعم المر او الطعم الغير مستساغ بالنسبه للمريض. السيرب بيكون اكثر افكت في التغطيه على الطعم للميديسينال سبستانس، يعني المواد الطبيه اللي بنحطها ضمن الاليكزير رح تكون ظاهره شوي طعمته. Because of their hydroalcoholic character elixir are better able than aqueous syrup to maintain both water soluble and alcohol soluble component in solution. الافضليه للإليكزير انه بيذوب اللي بيذوب بالمي واللي بيذوب بالكحول، فهذا الشيء بيخليه افضل من ناحيه السوليبيليتي. إليكزير ار مور ايزلي بريبيرد باي سمبل سوليوشن، تحضير الإليكزير هو سهل عن طريق المحلول البسيط، يعني بس انه نخلط المواد بدون الحاجه لا حراره ولا اي مواد ثانيه. The proportion of alcohol in elixir varies widely. طبعا بيختلف عندنا نسبه الكحول ضمن الإليكزير حسب الحاجه،
Each elixir requires a specific blend of alcohol and water to maintain all of the components in solution. طبعا في عندنا نسبة ما بين الكحول والمي نحن بنستخدمها ضمن الإليكزير لحتى نعمل ضبط لباقي المكونات ضمن السوليوشن. For elixir containing agent with poor water solubility, الإليكزير اللي بيكون فيه كمية مواد ذائبيتها في المي قليلة، يعني بيكون عندنا كمية كبيرة من المواد اللي بتكون ذائبيتها في المي قليلة، فإحنا هون نحتاج إلى كمية كبيرة من الكحول من الإليكزير اللي بيحضر على شكل component have good water solubility. يعني إذا بيكون في عندنا كمية المواد قليلة ذائبية في المي كثيرة نحتاج إلى الكحول كثير، إذا كان العكس بيكون نحتاج إلى كمية قليلة من الكحول. Elixir are sweetened with saccharose or with a saccharose syrup. Some use sorbitol, glycerin and or artificial sweeteners. بالنسبة للإليكزير بيكون عبارة عن شراب محلى طبعا من السكروز أو أي سكر يعني بديل عن السكروز هو السوربيتول والجليسيرين نفس السيرب. سكروز which is only slightly soluble in an alcohol usually substituted with an artificial sweetener such as saccharin or for a sweetening of elixir having high alcoholic content. السكروز تقريبا الذائبية تبعه بالكحول شوي خفيفة فاحنا بنبدله بمحلى صناعي مثل السكرين لحتى نتغلب على الذائبية تبعية السكروز بالكحول. All elixir contain flavoring to increase their palatability and most elixir have coloring agent to enhance their appearance. زي ما احنا اتفقنا انه بنضيف على السوليوشن بعض المكونات، اول شيء اللي هو السويتند لحتى نحسن الطعام تبعه، ممكن نستخدم سكروز او سوربيتول او جليسيرين او الى اخره. في عندنا الفلافرنج ايجنت المواد المنكهه، وفي عندنا الكالرنج ايجنت منشان المظهر. الاليكزير كونتيننج مور ذان من 10 الى 12% من الكحول ار يوجوالي سيلف بريسيرفينج اند دونت ريكواير اديشن اوف انتي مايكروبيال ايجنت. اذا كانت عندنا نسبه الكحول الموجوده في الاليكزير من 10 الى 12 اكثر من هاي النسبه فهو خلص يعتبر بريسيرفينج لوحده ما بيحتاج لاي مادة أخرى. الأدفانتج والديسأدفانتج بالنسبة للإليكزير. One advantage of elixir over their counterpart drug in solid dosage form is the flexibility and ease of dosage administration to patient who have difficulty swallowing solid form. زي ما حكينا إنه السوليوشن بشكل عام بيتغلب على السوليد دوزج فورم إنه سهل البلع وسهل الاستخدام بالنسبة للبيشنت. A disadvantage of elixir for children and for adults who choose to avoid alcohol in their alcoholic content. The disadvantage تبعه انه الاطفال بيتجنبوا انه يكون في عندهم بالدواء تبعهم نسبة كحول عالية شوية، فنحن حددنا بالنسبة للشابتر solution انه نسبة الكحول بالنسبة للاعمار. Because of their usual content of volatile oil and alcohol, elixir should be stored in tight light resistance containers and protected from excessive heat. طبعا بسبب وجود عندنا الفوليتايل اويل والكحول ضمن تركيبة الإليكزير فاحنا لازم نحفظه في عبوة محكمة الإغلاق ومقاومة للضوء وتحميها من الحرارة الزائدة. بالنسبة للبريبريشن اوف إليكزير، تحضير الإليكزير بيتم إليكزير ار يوجوالي بريبيرد باي سمبل سوليوشن، زي ما حكينا انه هو سهل التحضير فاحنا بنحضره عن طريق السمبل سوليوشن with agitation and or by admixture of two or more liquid ingredient، انه عن طريق الاستثارة او عن طريق تحريك السوليوشن لحتى نكون السوليوشن. Alcohol soluble and water soluble component are generally dissolved separately in alcohol and purified water respectively. طبعا المواد حسب ذائبيته اللي بتذوب الكحول بتذوب مع الكحول بشكل منفصل عن المواد اللي بتذوب بالمي. Then the aqueous solution is added to alcoholic solution rather than the reverse so that minimal separation of the alcohol soluble component occurs. بعد هيك نحن بنجيب الاكويوس سوليوشن بنضيفه على الالكوهول سوليوشن بدل من العكس، يعني ما بصير العكس، بنجيب احنا الاكويوس وبنضيفه على الكحول، فعشان هيك بيكون في عندنا كميه قليله من الالكوهول سوليوبل كومبوننت بيصير في عندنا الها سيبريشن رح تنفصل عن السوليوشن. When the two solution are completely mixed لما يصير في عندنا خلط تام للتو سوليوشن the mixture is made to the volume with the specific solvent or vehicle milk. منكمل هذا الحجم او الخليط الى الحجم المطلوب. Frequently the final mixture will be cloudy principally because of separation of some of the flavoring oil
by the reduced alcoholic concentration. زي ما حكينا لكم رح يصير في عندنا انفصال لبعض المواد اللي بتكون ذائبة بالكحول زي الفلافرد اويل، فهذا الشيء رح يعطيها المظهر الكلاودي، بيكون في عندنا المظهر تبعه مش صافي، ما بيكون صافي، فبسبب وجود السبريشن للفلافرنج اويل اللي بتكون موجودة ضمن الميكستشر. If this occurs، إذا صارت عندنا هاي المشكلة، the elixir is usually permitted to stand for prescribed number of hours to ensure saturation of the hydroalcoholic solvent and to permit the oil globules to coalesce so that they may be more easily removed by filtration. نحن لحتى نتجنب هاي المشكلة نترك الإليكزير لفترة معينة من الزمن لحتى يصير في عندنا تجمع لهاي المواد الفلافرينج أويل مثلا، تتجمع مع بعضها يعني تطفو على السطح، بعدين بنعملها فلتريشن. فلحتى نحقق الفلتريشن التام نحن بنستخدم بودرة التالك، التالك هي المادة بنضيفها على الإليكزير لحتى تحسن من الفلتريشن. تالك ا فريكوينت فلتر ايد، هو مساعد فلترة ان ذا بريبريشن اوف الإليكزير، لما نحن بنحضر الإليكزير. ابزورب ذا اكسسيف اماونت اوف اويل and therefore assist in their removal from the solution. بتنضاف هاي البودرة على الإليكزير تمتص الكمية الزايدة من الأويل ولحتى تحسن من مظهر السوليوشن وتزيل الكمية الزايدة من الإليكزير. هسا نيجي للنون ميديكيتد إليكزير، الإليكزير اللي بيستخدم كفيهيكل أو كسولفنت. نون ميديكيتد إليكزير may be useful to pharmacists in the extemporaneous filling of prescription. هي بتستخدم كفيهيكل خلينا نحكي بشكل أساسي. When a pharmacist is called one to dilute an existing medicated elixir, the non-medicated elixir he or she select the diluent should have approximately the same alcoholic concentration as the elixir being diluted. طبعا نحن بنستخدم non-medicated elixir كزيادة لحجم medicated الإليكزير، يعني هو يستخدم كفيهيكل لحتى نخفف من التركيز تبع الميديكيتد إليكزير، يعني بصير في عندنا خلط بين الميديكيتد والنون ميديكيتد. The flavor and color characteristics of the diluent should be not be in conflict with these of medicated إليكزير. طبعا هون ما بناخذ احنا بعين الاعتبار لا الطعم ولا اللون. And all components should be chemically and physically compatible. يعني بيكون في عندنا احنا اللي بيهمنا بالنسبة للخلط ما بين non-medicated and medicated انه يكون في عندنا التوافق فيزيائي وكيميائي ما بين المركبين او two mixtures. اما بالنسبة للmedicated elixir، طبعا الmedicated elixir هو الشراب اللي بيكون فيه مادة علاجية او مادة فعالة بتتم اخذها عن طريق دواء، يعني هي تعتبر دواء مش vehicle. Medicated elixir are formulated so that the patient receive the usual adult dose of the drug in convenient measure of elixir. طبعا في عندنا جرعة محددة بياخذها البالغين، الجرعة راح تكون حوالي 1 or 2 teaspoonfuls من 5 الى 5 من 10 مل، provide the usual adult dose of the drug. طبعا احنا درسنا بشابتر الكالكوليشن اللي هي التيسبون فولز هي عبارة عن 5 مل، فواحدة أو ثنتين يعني من 5 إلى 10 مل، هاي الجرعة للبالغين بالنسبة للميديكيتد إليكزير. Most official and commercial إليكزير contain a single therapeutic agent. بالغالب أغلب الإليكزير الشرابات بتكون تحتوي على therapeutic agent واحد. Main advantage of having only a single therapeutic agent is that the dosage of that single drug may be increased or decreased by simply taking more or less of the إليكزير. طبعا نحن حكينا انه بالنسبه للإليكزير بيحتوي على ماده فعاله واحده، ف يعني الافضليه لهي الامر انه بيكون يحتوي على ماده فعاله واحده انه نحن نتحكم بالجرعه، يا اما بنزيدها يا اما بنقللها حسب عدد الملاعق، يعني مثلا تيسبون فولز بنتحكم فيها، ملعقه يعني 5 مل، ملعقتين 10 مل الى اخره. Examples of medicated elixir، في عندنا امثله على الشرابات تيجي على شكل إليكزير، في عندنا انتي هيستامين إليكزير، في عندنا الباربيتيوريت سيداتيف اند هايبونيك إليكزير، هي انواع من انواع الإليكزير، في عندنا الدايجوكسين إليكزير، في عندنا فينوباربيتال، وعندنا الثيوفيلين، هاي بالنسبه امثله لازم نحفظهم على الإليكزير. ففي عندنا مثلا الفينوباربيتال إليكزير
بيكون عندنا نسبة الفينوباربيتال فيه 4 غرام، الأورانج أويل 0.25 مل، البروبيلين غليكول هو يعتبر كسولفنت أو أوكسيليري سولفنت أو بريزيرفاتيف، في عندنا الكحول أيضا يعتبر سولفنت أو بريزيرفاتيف، والسوربيتول سوليوشن والكالرز، وعندنا بيوريفايد ووتر لحتى نصنع منه 1 لتر. فبدنا نحفظ انه مثلا الفينوباربيتال الكزير شو هي مكونات اللي داخله في تركيبه. ليش؟ لانه عندنا جانب الامتحان الفاينل بتجينا هاي الوصفه زي هيك، هاي عفوا الكومبوننت المؤلفه للشراب، فاحنا بدنا نعرف شو نوعه. فبيجينا نحن مثلا هاي الوصفه، فنحن لازم نعرف شو نوعه، هل هو الكزير، هل هو سيرب، هل هو تينكتشرز، هل هو دوشز الى اخره. فنحن من خلال انه الفينوباربيتال، وجود الفينوباربيتال بيو، فبنعرف انه هو عباره عن الكزير، لانه الفينوباربيتال الكزير هو احد انواع الكزير. هون بنعمل مقارنه ما بين الاورال تابلت والاورال سوليوشن، يعني اذا كان في عندنا نفس الدواء مثل الديجوكسين، اذا اخذناه عن طريق هل هو الدوزج فورم تبعه كانت تابلت او كانت عباره عن اورال سوليوشن، فبنلاحظ انه الافكتيف والافكتيفنس والافيكاسي للاورال سوليوشن بتكون اعلى من الافكت اذا كان على شكل سوليد ماتيريال او سوليد سبستانس، يعني بتكون على شكل تابلت. هلا بدنا ننتقل لاذر تايب اوف سوليوشن اللي هو التينكتشرز. التينكتشر هو عباره عن الكحوليك او هيدرو الكحوليك سوليوشن، يعني بيشبه الاكزير، هو بينفرد بخاصية انه ممكن يكون الكحوليك. prepared from vegetable material or from chemical substance، نحن ممكن نصنعه او نستخلصه من مواد نباتية او ممكن من مواد كيميائية. tincture contain alcohol in amount ranging from approximately من 15 إلى 80%. بنلاحظ انه نسبة الكحول فيها عالية جدا، بتكون من 15 إلى 80%. They vary in method of preparation، في عندنا أكثر من طريقة لتحضيرها. في عندنا strength of the active ingredient، بتكون بتختلف فيها بقوة الـ active ingredient الموجودة فيها، بتختلف بالالكوهوليك content، نسبة الكحول فيها، والintended use حسب الاستخدام. فإذا التincture بتختلف عن بعضها أول إشي بطريقة التصنيع، بعدين بقوة الـ active ingredient الموجودة فيها، بعدين بنسبة الكحول، في عندنا بالاستخدام تبعه. When they are prepared from chemical substance مثل الأيودين والثيميروسال، tincture are prepared by simple solution of chemical agent in the solvent، بنصنع عن طريق simple solution اللي هي الطريقة المبسطة لتحضير solution، هاي إذا حضرناه من chemical substance. The alcohol content protect against microbial growth and keep the alcohol soluble extractive in solution. طبعا نحن نعرف أنه نسبة الكحول العالية بتعمل كعمل preservative وبنفس الوقت مذيبة للمواد اللي بتذوب عندنا بالكحول. In addition to alcohol, other solvents such as glycerin may be employed، ممكن نضيف بعض السولفنت الآخر مثل الجليسيرين. فالمميز للتينكتشر عن الإلكزير إنه نسبة الكحول فيه بتكون عالية. Tinctures cannot be mixed successfully with liquid to diverse in solvent character because the solute may be precipitate. طبعا من الصعوبة أو إنه نعمل خلط ما بين tincture مع other liquid dosage form او liquid solution بسبب انه بيكون في عندنا ترسيب للسوليوت ضمن هذا المكسشر. For example, compound benzoin tincture prepared with alcohol contain alcohol soluble principles that are immediately precipitate from solution upon addition of water. يعني في عندنا مثلا عندنا tincture البنزوين بنحضره نحن عن طريق بوجود الكحول، بيحتوي على مواد ذائبة ضمن الكحول، فمباشرة بصير في عندنا ترسيب لهاي السوليوت لما نضيف عليها المي. فنحن ما بنقدر انه بسهولة نخلط التينكتشر مع other solvent. Because of the alcoholic content, tinctures must be tightly stoppered and not exposed to excessive temperature. طبعا بسبب نسبة الكحول العالية ضمن التينكتشر، فاحنا لازم يعني يكون محفوظ باغلاق ضمن عبوة مغلقة وما يتعرض لحرارة زائدة. Also because many of the constituents found in the tinctures undergo a photochemical change upon exposure to light. طبعا لما يتعرض عندنا التينكتشر الى الضوء، فراح يصير في عندنا تغيرات كيميائية ضمن التينكتشر نفسه. Many tincture must be stored in light resistance container and protect from sunlight. أكيد لازم نحفظه في عبوة مقاومة للضوء وبعيدا
عن أشعة الشمس. Medicated tincture taken orally are not prepared by physicians and patients due to their high alcoholic content. بسبب نسبة الكحول العالية لا يفضل أنه يأخذ التينكتشر على شكل أورالي يعني فموي بسبب زي ما حكيت لكم نسبة الكحول العالية. Topical solution and tincture. التوبيكال الشرابات أو الدهونات خلينا نحكي الموضعية خلينا نحكي عن التينكتشر الموضعي. The topical solution employ an aqueous vehicle. بالنسبة للتوبيكال السوليوشن بيكون عبارة يا أما aqueous vehicle يسمى topical solution. أما إذا كان إلو alcoholic vehicle يعني بيكون عندنا القوام تبعه عبارة عن كحول يعني نسبة الكحول بيكون فيه عالية فمنسميه topical tinctures. All medications intended for external use should be clearly labeled for external use. يعني لازم يكون في عندنا استخدام التينكتشرز او الميديكيتد اللي بتكون فيها نسبه كحول عاليه للاستخدامات الخارجيه لا يفضل استخدامها داخليا ولازم يكون هذا الشيء موضح على العبوه. Most topical solution and tinctures are prepared by simple solution. بالغالب عندنا topical solution اللي هي الشرابات او خلينا نحكي المحاليل الموضعيه مش الشرابات المحاليل الموضعيه تحضر مثل التينكتشرز تحضر عن طريق simple solution اللي هي الطريقة المبسطة. Some are prepared by chemical solution reaction. بعض منها ممكن حضر عن طريق chemical reaction. Of the tincture for topical use, compound benzoin tincture is prepared by maceration of the natural component in the solvent. في عندنا بالنسبة للتينكتشر اللي بنستخدمه للtopical use الاستخدام الموضعي مثل عندنا البنزوين تينكتشر يحضر عن طريق المايسيريشن. المايسيريشن اللي هي عملية يعني زي ما نحكي احنا بننقع مثلا الناتشورال كومبوننت المواد الطبيعية بننقعها بالسولفنت ونستخلص منها هاي البنزوين تينكتشرز. بعد هيك بعد التينكتشر رح ننتقل الى الدوشز. دوشز اللي هي بين قوسين بالعربي اللي هي الغسولات. Douches is an aqueous solution which is direct against a part or into a cavity of body. طبعا استخدام الدوشز هو شيء هو عبارة عن aqueous solution اكيد هو محلول مائي راح يستخدم الى تجاويف الجسم او الكافيتي اللي بالبادي سواء كانت داخلية او خارجية. It functions as cleansing or antiseptic agent. هو المبدأ الاساسي تبعه هو الهدف من الدوشز هي التنظيف او التعقيم. Eye douches are used to remove foreign particle in and discharge from the eye. في عندنا الغسولة العين مستخدمة لحتى نشيل المواد الغريبة اللي موجودة ضمن العين. It is directed gently at the oblique angle and is allowed to run from the inner to the outer corner of the eye. طبعا هو استخدام لحتى يعني نستخدم مباشرة بزاوية مائلة على العين لحتى نسمح بخروج المواد من داخل العين الى خارجها ولحتى يطلع عندنا الاجسام الغريبه. في عندنا الفايرنجيال دوشز ار يوز تو بريبير ذا انتيريور اوف ذا ثروت فور ان اوبريشن اند كلينس ان سوبريتيف كونديشن. هاي احدى الغسولات اللي بتستخدم لتنظيف البلعوم فاحنا بنستخدمها داخل التجويف الفموي لحتى تنظف البلعوم من اي عوامل خارجيه او في ظروف خاصه نحن نستخدمها. Similarly there are nasal and vaginal douches. في عندنا غسولات مهبليه وفي عندنا غسولات انفيه هي بتكون انواع غسولات. Douches must frequently dispensed in the form of powder with direction for dissolving in specific quantity of water. طبعا تصرف الدوشز على شكل بودره ونحن بنحلها ضمن الماء. فبشكل عام عندنا الدوشز هي عباره عن تركيبه مائيه يعني بيكون فيها نسبه الوتر عاليه. في عندنا نوع من انواع السوليوشن اللي هو الانيماس. الانيماس هي عباره عن حقن شرجيه بريبريشن ار ريكتال انجكشن زي ما حكينا هي حقن شرجيه. تستخدم في عده حالات. في عندنا اول حاله اللي هي الايفاكيويتد ذا بول اللي هي اخلاء الامعاء لما يكون في عندنا مثلا امساك معوي فبنستخدم الانيماس. ايفاكيويشن انيماس تسمى الحقن الشرجيه المخليه بنسميها مثل ستارت انيما. في عندنا انفلونس ذا جنرال سيستم باي ابزوربشن اللي هي تحسين او التاثير على الامتصاص العام التحسين يعني النظام العام بالنسبه للامتصاص في ريتينشال انيمنس يعني بتستخدم هي كحقن شرجيه مغذيه ممكن مهدئه ممكن احيانا محفزه في بعض الاحيان. افكت لوكالي ذا سايت اوف ديزيز ممكن يستخدم كلوكالي موضعي في نفس المكان اللي فيه مرض. في عندنا الانثيلمنتنج بروبرتي. They may contain radiobic substance for rentogenographic
examination of the lower bowel. طبعا ممكن تحتوي هاي الحقن الشرجية على بعض المواد المشعة من أجل التنظير أو عملية الكشف بالأشعة السينية على الأمعاء السفلى. Retention enemas are used in small quantity, بيستخدموا بكمية قليلة, and are thus called retention micro enemas. طبعا retention enemas اللي احنا استخدمناها لتحسين أو التأثير على النظام العام بالنسبة للامتصاص, ممكن زي ما حكينا لكم ممكن يكون مغذي أو مهدئ, أو ممكن بعض الأحيان يعني بيكون محفز. فعندنا حوالي استخدامه بيكون بكميات قليلة حوالي 30 مل. Starch enema may be used either by itself, ممكن يستخدمه الإنسان يعني شخصيا, or as vehicle for other form of medication, ممكن أيضا يستخدم عندنا الإنيماس أو الستارت إنيما عبر يعني يستخدم كvehicle لأذر medication. التوبيكال أورال سوليوشن اللي هو بالأساس بيكون يعتبر يعني أورالي ولكن للاستخدام الموضعي. في عندنا الماوث ووش والجارجل. ماوث ووش can be used to therapeutic and cosmetic purposes. يستخدم الماوث ووش لأغراض يعني علاجية وأغراض أيضا تجميلية لتحسين مثلا رائحة الفم. Therapeutic mouth wash can be formulated to reduce block والgingivitis والdental caries and stomatitis. بالنسبة للماوث ووش اللي بيستخدم كمادة علاجية, طبعا هو لوكالي ضمن الفم, فيستخدم من أجل تقليل عندنا تسوس الأسنان أو التهاب اللثة أو نخر الأسنان أو بشكل عام الالتهابات لداخل الفم. أما بالنسبة للكوزمتيك ماوث ووش اللي بيكون هو تجميلي أو من ناحية جمالية, may be formulated to reduce bad breath through the use of antimicrobial and or flavoring agent. طبعا يستخدم الماوث ووش لتحسين رائحة الفم أو رائحة النفس نتيجة استخدام الانتيميكروبيال والفلافرنج, المواد اللي بتقضي على البكتيريا أو المواد المنكهة. طبعا في عندنا أنواع من الماوث ووش. في عندنا أول نوع اللي هو البنزوكايين, هو عبارة عن توبيكال أنستيتيك indicated for temporary relief of pain, sinusitis and irritation in the mouth associated with teething. هو عبارة عن مخدر موضعي بيخفف يعني تخدير مؤقت أو تخفيف مؤقت للألم أو يعني اللي تكون بالفم, أو عندنا تهيجات اللي بتصير عندنا من الفم المرتبطة مع العمليات اللي بتصير مثلا بالأسنان, مثلا خلع السن أو شيء, فمنستخدم عندنا البنزوكاين أجل تخفيف الألم. في عندنا اللودكاين أورال سبراي, هو عبارة عن توبيكال دينتال أنستيتيك applied through metered spray. بالنسبة للودكاين هو عبارة عن توبيكال دينتال أنستيتيك applied through metered spray. بالنسبة له هو يعتبر كمعقم أو مخدر, عفوا مخدر للأسنان, من طبقه أو مستخدم فيه رشاش بيكون metered يعني بيعطي بخات يعني محددة أو مقننة. في عندنا السلايفيا سبستيتيوت إليكترولايت آن إن كاربوكسي ميثيل سليلوز بيس, هو عبارة عن إليكترولايت تركيبة بتكون فيها كاربوكسي ميثيل سليلوز كقوام أساسي. بعد هيك رح ننتقل إلى النيزل بريبريشن اللي هي التحضيرات الأنفية اللي نستخدمها للأنف. أر أكويس بريبريشن ريندرد إيزوتونيك تو نيزل فلويد أند ستابيلايزد أند بريسيرفد أز ريكواير. طبعا هو عبارة عن aqueous preparation تحضيرة مائية, rendered isotonic to nasal fluid يعني مستخدم بيكون فيه isotonicity modifiers من أجل لحتى يكون معتدل مع كمية مع السوائل اللي موجودة ضمن الأنف, وstabilized and preserved as required, نحن نعمل له أو منضيف له مواد من أجل stability ومن أجل preservation. Intranasal drug administration offer rapid absorption to the systemic circulation. احنا بنستخدم النيزل من اجل سرعه في امتصاص الدواء وتحويله الى السيستم سيركيليشن, الى الدوره الدمويه. Example of some nasal preparation, امثله على بعض التحضيرات الانفيه. في عندنا الكوميرشال نيزل بريبريشن انكلود انتيبيوتيك. في عندنا بعض التحضيرات الانفيه المصنعه اللي تحتوي على الانتيبيوتيك. في عندنا الانتيبيوتيك بيتاخذ عن طريق الانف مثل الانتيهستامين and drug for asthma prophylaxis. بالنسبة للأدوية بتأخذ من أجل الوقاية من الأزمة, من أزمة الربو, أو إذا كان في عندنا أتاك للربو, فنحن نستخدم تحضيرة أنفية مشان السرعة
لسرعة امتصاص الدواء وتحويله إلى system circulation. في عندنا الأوشيان ميست ايزوتونيك صوديوم كلورايد ريستور مويستر ريليف دراي انفلويمد لين. في عندنا الأوشيان ميست ايزوتونيك صوديوم كلورايد ريستور مويستر ريليف دراي انفلويمد نيزل. طبعا هاي أحد البريبريشن نيزل بريبريشن اللي هو عبارة عن الأوشيان ميست. هو عبارة عن محلول من الصوديوم كلورايد يستخدم في الأنف من أجل عملية الترطيب بالنسبة للأنوف الجافة مثلا أو اللي فيها inflammation. في عندنا البرايفين HCl solution اللي هو محلول HCl اللي هو عبارة عن نافازولين HCl هو عبارة عن نيزل أدرينيرجيك. Example of some nasal preparation رح ناخذ امثله بس نحن يعني رح نمر عليهم سريعا امثله عن التحضيرات الانفيه. في عندنا commercial nasal preparation include antibiotics, antihistamine or and drug for asthma prophylaxis. بالنسبه للتحضيرات الانفيه المصنعه بتحتوي على الانتيبيوتيك. في عندنا بعض المضادات الحيويه اللي نستخدمها عن طريق الانف مثل الانتيهستامين او الادويه المستخدمه للوقايه من الازمه مرض الربو. في عندنا الأوشيان ميست عبارة عن تحضيرة أنفية تستخدم محلول الصوديوم كلورايد ريستور مويستشر ريليف دراي انفليمد نيزل تستخدم لأجل ترطيب الأنفي في حال كانت الأنوف جافة أو بيكون في عندنا انفليمد نيزل الالتهابية في الحالة الالتهابية. في عندنا البرايفين اتش سي ال سوليوشن محلول اتش سي ال هو عبارة عن نافازولين اتش سي ال نيزل أدرينيرجيك. في عندنا آخر نوع اللي هو ساينوتوسين سبراي هو عبارة عن أوكسيتايسين سينثيتيك بريباراتوري تو بريست فيدينج. بالنسبة لحالة البريست فيدينج نستخدم لها آخر نوع اللي هو عبارة عن السيتوسينين سبراي عبارة عن محلول موجود فيه هرمون الأوكسيتايسين سينثيتيك مصنع من أجل الرضاعة الطبيعية اللي هي بريست فيدينج. بعد هيك رح نشوف النيزل decongestant solution اللي هن المحاليل الأنفية المزيلة للاحتقان are employed in the treatment of rhinitis of the common cold and for allergic rhinitis اللي هي بتكون في حالة الحمى and for sinusitis. بالنسبة لهاي المحاليل الأنفية المزيلة للاحتقان تستخدم في حالة rhinitis اللي هن حالة الالتهاب الأنفية وفي بالنسبة للنزلات البردية اللي هي common cold ايضا من اجل الالرجيك راينايتس اللي هي الحالات الالتهاب الانفيه التحسسيه. في عندنا نوعين من الراينايتس في عندنا تحسسيه وفي عندنا بالنسبه بسبب الكومون كولد او ممكن نستخدم هاي المزيلات الاحتقان بالنسبه لالتهاب الجيوب الانفيه اللي هي ساينوسايتس. طبعا السينوسيس اللي هو عباره عن الجيوب الانفيه زي ما بنعرف هي عباره عن اير containing cavities اللي هي التجاويف اللي بتحتوي على الهواء موجودة في البون اوف سكالز في عظم الجمجمة. بعد هيك راح ندرس ما يسمى بالاروماتيك ووتر اللي هن عبارة عن المياه العطرية او الماء المعطر بشكل عام. طبعا هي استخدامها مش كتير شائع. aromatic water are clear aqueous solution saturated with volatile oil or other aromatic or volatile substance. طبعا هي عبارة عن محلول مائي مشبع بالزيوت المتطايرة او ببعض aromatic or volatile substance المواد العطرية او المتطايرة. الأروماتيك ووتر ار نو لونجر ان وايد سبريد يوز زي ما حكيت لكم ان هي لا تستخدم بشكل شائع او بشكل كبير ضمن الفارماسي. أروماتيك ووتر وير بريبيرد فروم ا نمبر اوف فولاتايل سبستانس تستخدم في تحضير الأروماتيك ووتر العديد من المواد المتطايره تحتوي على الاورنج فلاور اويل اللي هي عباره عن زيت الاورنج زيت زهور الاورنج. في عندنا البيبرمنت اويل في عندنا الروز اويل عندنا الانيس اويل سبيرمنت اويل ووتر جرين اويل كامفور اند كلوروفور. طبعا هاي مثال على عدة زيوت مستخدمة اللي هي مثلا زيت زهرة البرتقال عندنا زيت النعنع زيت الورد زيت اليانسون الى اخره الكافور الكلوروفورم الى اخره. هاي عدة زيوت مستخدمة ضمن تحضيرة الاروماتيك ووتر. Most of the aromatic substance in the preparation of aromatic water have very low solubility in water. الذائبية بالنسبة للمواد المستخدمة في تحضير الأروماتيك ووتر بتكون ذائبيتها بالماء قليلة جدا. And even though the water may be saturated, its concentration of aromatic materials is still rather small. طبعا لحتى احنا نستخدم أروماتيك ووتر يكون ذائبيته بالماء كويسة نستخدم كميات من الأروماتيك سبستانس تكون
تركيزها قليل ضمن ال preparation. The aromatic water may be used for perfuming and or flavoring. الاستخدام الشائع بالنسبة لل aromatic water اللي هي كمعطرات أو منكهات بالنسبة لل preparation زي مثلا ماء الورد اللي احنا بنعرفه وماء الزهر، هذول تعتبر من ال aromatic water. النوع الآخر من السوليوشن اللي هو السبيريت. السبيريت هو عبارة عن تركيبة كحولية أو هيدرو الكحوليك سوليوشن of volatile substance. بيكون السبيريت عبارة عن تركيبة من الكحول أو الهيدرو الكحوليك سوليوشن مع مواد متطايرة. بشكل عام the alcoholic concentration of spirit is rather high, usually over 60%. تركيبة الكحول بتكون ضمن تركيبة التحضير في السبيريت أكثر من 60%. فلما يتيجينا مثلا تركيبة لبريبريشن بيكون فيها نسبة الكحول عالية، فالغالب هي بتكون عبارة عن سبيريت. Because of greater solubility of aromatic or volatile substance in alcohol than in water, spirit can contain a greater concentration of this material than corresponding aromatic water. بالنسبة للمواد كمواد ضمن التحضير اللي بتكون ذائبيتها كأروماتيك أو فولاتايل سبستانس بتكون ذائبيتها بالكحول عالية، وبالأصل في عندنا نسبة كحول عالية ضمن السبيريت، فعشان هيك نحن الكونسنتريشن تبع هاي المواد ضمن السبيريت بتكون أعلى من الأروماتيك ووتر، لأنه زي ما بنعرف الأروماتيك ووتر الغالب بيكون ووتر لأنه هي أكويس بريبريشن مائية، تحضيرة مائية. أما بالنسبة للسبيريت بتكون عبارة عن الكحول، يعني غالبيتها الكحول أكثر من 60%، نسبة كبيرة. فعشان هيك الاروماتيك والفولاتايل سبستانس اللي موجوده ضمن البريبريشن للسبيريت بتكون حتى لو كان تركيزها كثير عادي لانه ذائبيتها بالكحول عاليه. When mixed with water or with an aqueous preparation، لما نعمل خلط ما بين السبيريت والاكويس بريبريشن او اي ماء، the volatile substance present in spirit generally separated from the solution and form a milky preparation. بالنسبه للمواد اللي بتكون موجودة ضمن السبيريت اللي هن خلينا نحكي الفولاتايل أو الأروماتيك، لما نخلط السبيريت مع أي أكويس بريبريشن آخر، هاي المواد إحنا قلنا إنه ذائبيتها في الماء بتكون عالية، فما راح تختلط مع الماء، بتظلها ضمن السبيريت، فبيعمل بيفصل لنا السبيريت عن الأكويس بريبريشن، فبصير عندنا مظهر أو محلول زي حليبي أو لونه حليبي ميلكي بيكون. بالنسبة للسبيريت may be used pharmaceutically as flavoring agent and medicinally. بالنسبة للسبيريت هو يعتبر يا أما منكه يا أما ممكن له استخدام طبي for the therapeutic value of the aromatic solute. إنه بيستخدم كسوليوت له فعالية علاجية. When taken orally they are generally mixed with portion of water to reduce the pungency of the spirit. لحتى نقلل من خطر أو من كمية الكحول أو السبيريت اللي موجودة عندنا بالبريبريشن لحتى نحن نأخذه أورالي، فنحن منزيد من كمية أو نخلط السبيريت مع كمية كبيرة من الماء، هذا الشيء راح يقلل من البونجنسي. البونجنسي يعني الحدة، خلينا نحكي إنه أو تأثير السبيريت، أو إنه مثلا لأنه السبيريت فيه كحول كثير، فالحدة البونجنسي المعنى الحرفي لها الحدة، حدة السبيريت منخففها لما نخلطها مع الماء. Depending on the materials, spirit may be prepared by simple solution, solution by maceration or distillation. تحضير السبيريت بيكون عن طريق simple solution أو عن طريق solution المحضر بالترشيح أو بالتقطير. The spirit most recently official in the USPNF are aromatic ammonia spirit. أشهر spirit موجود عندنا أو مستخدم ضمن USPNF اللي هو عبارة عن aromatic ammonia spirit, camphor spirit, compounding orange spirit, compound orange spirit and peppermint spirit اللي هن السبيرت النعناع والبرتقال والكافور الى اخره. بالنسبه لاروماتيك امونيا سبيرت اللي هو شائع الاستخدام، بالنسبه له هو عباره عن تحضيره تحتوي على الامونيا، امونيا containing preparation used as respiratory stimulant in synecdoche weakness or treatment faint اللي هي تستخدم في حالة إذا صار في عندنا إغماء، فاحنا نستخدمها لأنه تكون ريحتها كثير مزعجة أو كثير قوية، فعشان هيك نستخدمها في حالة إذا كان واحد غميان أو يعني هي مثبطة أو عفواً منشطة stimulant منشطة للجهاز التنفسي في حالة الإغماء، أو في حالة إذا كان شخص يعني في حالة الضعف أو كان شخص هزيل شوية، فاحنا نستخدم له الأيروماتيك أمونيا سبيريت من أجل التنشيط. في عندنا الكولويدين هي other preparation of solution. Colloidins are liquid preparation composed of pyroxylene dissolved in solvent mixture usually composed of alcohol
and either with or without medicinal substance. بالنسبة للكولويدنز هي عبارة عن تحضير سائلة زي هي solution زي احنا ما بنعرف، تتكون من مركب يسمى البيروكسيلين. البيروكسيلين نخلطه مع another solvent، مع محلول آخر، ممكن يكون الكحول، ممكن يكون أي مادة يعني طبية تستخدم لأغراض طبية أو غير ذلك. البيروكسيلين هو عبارة عن consist chiefly of cellulose تترانيترات. بالنسبة للبيروكسيلين هو عبارة عن سليلوز تترانيترات، هذا هو المركب البيروكسيلين. When applied to the skin with brush or glass applicator, the solvent rapidly evaporates leaving filmy residue of بيروكسيلين. لما نحن نيجي ندهن من الكولويدن أو نفرده على الجلد عن طريق فرشاية أو أي أداة أخرى، رح يصير في عندنا السولفنت رح يتبخر بسرعة، رح يترك طبقة رقيقة من البيروكسيلين. When the colloidan is medicated, it leaves a thin layer of the medication firmly placed against the skin. لما نحن نستخدم الكولويدن لأغراض طبية، في عندنا زي مسمار اللحم نحن ما نشوف أو التقرحات تكون في باطن القدم، رح يترك عندنا طبقة رقيقة من المادة بتكون موجودة على سطح الجلد. الكولويدنز must be applied to dry tissue to adhere the skin surface. لازم نحن نستخدم الكولويدن على جلد بيكون عندنا جاف لحتى يلتصق على سطح الجلد، فالشرط لحتى انه يطبق نحن او نستخدم الكولويدنز انه نستخدمه على سطح جاف من الجلد لحتى يصير في عندنا التصاق او تماسك بالنسبة للمواد على السكين. Colloidan are intended for external use. طبعا استخدامه بيكون للاستخدامات الخارجية. The product must be clearly labeled for external use only. لازم يكون مكتوب على العبوة انه يستخدم فقط للاستخدامات الخارجية. Colloidan are flammable and must be stored away from the flame in well closed container protected from light. لازم ينحفظ بعيدا عن المواد الملتهبة او عن بعيدا عن اللهب او بعيدا عن النار، لانه هو مشتعل اصلا بسبب احتوائه على الكحول. لازم نحفظه في عبوة مقاومة او محكمة الاغلاق بعيدة عن الضوء. السليسيليك اسيد كولويدن هو اشهر الانواع الكولويدن، فيه 10% solution of salicylic acid in flexible colloidan. It's used for its keratolytic effect لتأثيره المتقرن على الأشياء المتقرنة especially in the removal of corns from the toys. إنه بيشيل عندنا لحتى نحن نتخلص من مسمار القدم زي ما نشوف عندنا في الصورة السابقة أو الأشياء المتقرنة في عندنا بالقدم، فنحن نستخدم إله salicylic acid colloidans لحتى نزيل هاي المسامير اللي بتسمى مسامير القدم. Flexible colloidan colloid is prepared by adding 2% camphor and 3% castor oil to colloidan. بتم تحضير الكولويدن عن طريق إضافة 2% من الكافور إلى 30% من زيت الخروع لحتى نكون عندنا الكولويدن. The castor oil render the product flexible. رح يأمن زيت الخروع بيخلينا التحضير تكون عندنا مرنة شوي. Permitting its comfortable over use over the skin area. بيأمن الراحة لما نحن نفرده على الجلد أو بيكون الملمس تبعه شوي مرن فخفيف رح يكون على الجلد. The camphor make the product waterproof. بيخلي المنتج بيكون مقاوم للماء، عشان هيك نحن نستخدمه على طبقة جافة من الجلد، فشرط أن يكون الطبقة جافة من الجلد. آخر تحضيرة من تحضيرات السوليوشن عندنا هي الجليسيريت. الجليسيريت من اسمها هي عبارة عن تحضيرة صيدلانية سوليوشن يحتوي على كمية كبيرة من الجليسيرين. فإذا إجانا بالامتحان تحضيرة بيكون عندنا نسبة الجليسيرين فيها عالية، فأول احتمال بنحطه اللي هو الجليسيرين. Solution of mixture of medicinal of pharmaceutical or pharmaceutical substance in glycerin. هي عبارة عن محلول أو مخلوط ضمن الجليسيرين. Generally, minimum of 50% of glycerin is present in glycerin. لما نشوف تحضيرة فيها أقل إشي 50% من الجليسيرين فهي تعتبر عبارة عن glycerin. Glycerin are generally quite viscous with some of them reaching a jelly-like consistency. هو عبارة عن تحضيرة بتكون شوي لزجة وفي بعض الأحيان بتكون شبه الجلي. Glycerin are considered to be stable preparation and are not usually as
prone to microbial contamination because it possesses preservative properties. طبعا تحضير الجليسيرات هي تحضيره بتكون لها ثباتيه عاليه جدا بسبب وجود نسبه الجليسيرين العاليه. زي ما بنعرف الجليسيرين هو عباره عن بريزيرفاتيف بحال طبيعته، فوجود نسبه الجليسيرين العاليه فيه بتخليه اقل عرضه للميكروبيال كونتامينيشن، تلوث الميكروبي، لانه هو بالاساس فيه خصائص البريزيرفاتيف كمواد حافظه. هيك بكون خلصنا تشابتر السوليوشن، تشابتر سهل بسيط ولكن يلزم المقارنه ما بين انواع السوليوشن اللي هي تحضيرات السوليوشن، كل تحضيره بشو بتتميز. سريعا خلينا نرجع عليهم واحده واحده. زي الجليسيرات، اول شيء رح نبدا بالاخير. الجليسيرات هو تركيبه بتكون فيه نسبه جليسيرين عاليه، في عندنا السبيريت بتكون نسبه كحول فيها عاليه، سيرب بتكون عندنا نسبة السكروز بتكون فيها عالية، الأروماتيك ووتر بيكون عندنا فولاتايل أويل وإلى آخره. تقريبا هاي شاملة فكرة عامة عن أنواع السوليوشن بشكل عام. بالتوفيق إن شاء الله ونلقاكم في فيديوهات قادمة.